رسالة التواصل والإعلام الهلالي الوطني لقبضة أجزاء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب في إطار برنامج النضال الذي استطرته الفيدرالية والتي نفذت أحد محطاته أواخر سنة منصرمة التي تمثلت في وقف في إضراب وطني ووقفة أمام مقر وزارة الصحة وذلك احتجاجا على سياسة الإعلاميات والأدانة الصماء التي تنعزها الحكومة تجاه مطالبنا العادلة والمشروعة والتي ستتمثل في أولا هو الحيث الضريبي الذي يعاني من طبيب الأسنان وجميع المهن الحرة إذا شئنا أن نعاني وبالأخص طبيب الأسنان كذلك مشكل التغذية الصحية والتقاعد التي تعاني منه جزء المهن الحرة كذلك مشكل القنوص وهو هيئة تدبيرية إضافة إلى الممارسة غير الشرعية من جهة طب الأسنان ونأمل أن تجد هذه الصرخات أو هذه النداءات النضالية أداة ثابتة وإذا تطل ولا تجد الفيدرالية نفسها مضطرة إلى اتخاذ أشكال احتجاجية غير مسبوقة من أجل إيصال صوتها ومطالب أطباء الأسنان إلى المسؤولين. رفيق رئيس الفيدرالية الوطني لقابة أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب. تدعو الفيدرالية الوطني لقابة أطباء الأسنان بالمغرب إلى تنظيم مسيرة الغضب مع إضراب وطني يوم 11 فبراير 2019 من مقر وزارة الصحة إلى البرلمان. ويأتي هذه المسيرة الغضب تعبيرا عن مدى درجة اليأس والغضب لأطباء الأسنان من تجاهل وصن أدان جميع الجهات المسؤولة وبالخصوص وزارة المالية وزارة الصحة وزارة الداخلية الأمن العام الحكومة وكذلك وزارة المالية في الاستجابة لمطالبنا المشروعة التي تم تقديمها في إطار مذكرة مطلبية بعد تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم 17 شتنبر 2018 وأهم هذه المطالب التي نطالب بها أن فيما يخص قضية التغطية الصحية والتقاعد فإننا نطالب بإقرار دخل جزافي عادل ومنصف يراعي وضعية أطباء الأسنان الصعبة وكذلك يراعي أطباء الأسنان الجدد وكذلك نطالب بدورة مراعاة الدخل الذي اقترحته الفيدرالية والهيئة الوطنية. أما فيما يخص ملف الضرائب فإننا نطالب بأن يكون نظام ضرائب نظام عادل نظام ضريبة جبائي عادل ويراعي الوضعية ديال أطباء الأسنان وبالتالي نطالب بمراجعته وذلك بتخفيض القيمة ديال كوتيزاسيون مينيمال يعني الضريبة على الحد الأدنى وكذلك ضريبة على الدخل بالإضافة نطالب بإلغاء الضريبة المهنية كما وقع في فرنسا منذ 2010 تم إلغاؤها وذلك باعتبار قطاع أطباء الأسنان قطاع اجتماعي وإنساني وليس قطاعا تجاري وفيما يخص الاتفاقية الوطنية فإننا نندد بخروقات الكنوبس للاتفاقية الوطنية ولمضانمها ولتطبيق لإجراءات أحادية أدت إلى وقوع خلل وسوء تفاهم ما بين المرضى وأطباء الأسنان وفي نفس الوقت نطالب بتطبيق القوانين وبالإسراع في تجديد الاتفاقية الوطنية الذي في الأصل يجب مراجعته كل 3 سنوات ولكن لحد الآن مرت أكثر من 12 سنة ولم يتم مراجعتها والمطلب الآخر كذلك والذي هو مرتبط بحياة وصحة المواطنين وهو قضية ممارسة غير مشروعة لطب الأسنان مع الأسف المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي ما زال يعاني من هذه الظاهرة لهذا فإننا نطالب الوزارة المعنية وبخصوص وزارة الداخلية ووزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الأمن الصحي للمواطنين وكذلك في تطبيق القوانين لما تشكل هذه الظاهرة من خطر على صحة المواطنين وعلى حياتهم ودل على ذلك عدة وفيات وأخرها ما وقع مؤخرا يوم الثلاثاء الماضي وفات أحد المواطنين بعد قلعه الدرس عندما يسمى بصنع مركب أسنان بمدينة وجدة توفي بمستشفى. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.